أهلا بحضراتكم. شفت خبر عن المشروعات اللي بتتنفذ حاليا في الوادي الجديد، ومن ضمن المشروعات دي كان تطوير مدينة بلاط الإسلامية، ودي كانت أول مرة أسمع عن المدينة دي، وعشان كده قررت أدور وأعرف حكايتها بالتفصيل. واسمع مني الحكاية وما فيها. محافظة الوادي الجديد من أهم وأكبر المحافظات في مصر، وفيها كذا مركز ومدينة تابعين ليها. من المدن دي مدينة بلاط الإسلامية أو قرية بلاط الإسلامية، وباين كده من اسمها إنها ذات طابع إسلامي نادر ومميز، وموجودة على بعد 35 كيلومتر من مدينة موت بمركز الدخلة. ولو جينا نشوف تاريخ مدينة بلاط الإسلامية هنلاقي إن في اختلاف كبير بين الناس عن تاريخها بيبدأ إمتى، بس الأغلبية قال إن علامات كتيرة بتأكد إن تاريخها بيرجع للعصر العثماني، وتحديداً سنة 1136 هجرياً، والتاريخ ده مكتوب على واجهة منزل من المنازل هناك. ومعظم عمارة المدينة معمولة على الطراز العثماني، وحتى الأعتاب الخشبية اللي فوق مداخل المنازل متاخدة من الطراز العثماني، واسمها نفسه جاي نسبة لمقر البلاط العثماني اللي كان موجود فيها. لحد هنا كويس جدا. نيجي بقى لتصميم وشكل منطقة بلاط الإسلامية. من جوه هنلاقي إن أول حاجة إنها مبنية فوق مكان مرتفع، وده عشان كذا سبب. أول حاجة عشان تحمي المكان ومحدش يقدر يقرب منها، ويقدروا يراقبوا الأعداء من بعيد ويستعدوا ليهم، وكمان عشان يحموا المنطقة من المياه الجوفية، وبجانب ده يضمنوا التهوية الجيدة ليها ويكون جوها مناسب للسكان. يلا سمي يلا لمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. واستخدموا في بناء المباني وقتها الطوب اللمن اللي بيخفف من درجة الحرارة والجدران، وكانوا بيعملوها سميكة عشان تستحمل عوامل المناخ، وكانوا بيحطوا على وجهة كل منزل مجموعة من الأعتاب الخشبية، والأعتاب مصنوعة من خشب الصنط ومحفور عليها أدعية وآيات قرآنية، وساعات بيكتبوا عليها اسم اللي صانعها وتاريخ صناعتها كان إمتى. واتعمل كمان فيها عدد من المساجد اتوزعت في كل ناحية، زي مثلا مسجد عين قبالة ومسجد عين علم، والمدينة فيها كمان طحونة لطحن الغلال، ودي كانت حاجة مهمة جدا عندهم وبيستخدموها في مستلزمات الحياة اليومية. ومن أهم الطواحين هناك كانت طحونة البرنس وطحونة أبو ياسين. والحقيقة إن مدينة بلاط الإسلامية بتعتبر تراث معماري مهم جدا، وفي نفس الوقت مزار سياحي ما فيش زيه دلوقتي. بس بمرور الزمن وخصوصا الفترات الأخيرة المدينة تعرضت للتصدعات، وحصل شروخ في معظم واجهات المباني، وانتشر فيها الحشرات بشكل كبير، وتسببت في مشاكل أكتر من تآكل العروق الخشبية للبيوت، فكان لازم يبقى فيه حل، وده اللي حصل فعلا. واتعمل مؤخرا مشروع لترميم منطقة بلاط الإسلامية، والمشروع بيشمل ترميم القرية بالكامل وتطوير أربع مواقع فيها، هما ديوان العمدة ومنزل الشيخ إبراهيم والعصارة وطحونة بلاط. كمان المشروع بيشمل ترميم 505 منزل على مساحة 22 فدان، وإعادة رصف الطريق الرئيسي اللي بيتوسط المدينة، وغير كده تم رصف كل الطرق الداخلية وتطويرها وتعويض الأهالي بمبالغ مالية، وبكده رجعت المنطقة من تاني لطبيعها الفريد المميز. واسمع مني، مصر حالياً بتتبني من أول وجديد بإيدين ولادها المخلصين، وعشان كده هتلاقي المشروعات شغالة في كل ناحية فيها وفي كل المجالات ليل مع نهار، وكل ده في سبيل إن مصر تفضل محافظة على كيانها ووضعها، تفضل صاحبة الريادة، تفضل أم الدنيا وقد الدنيا كلها. بشكر حضراتكم. واسمع مني داليا الخطيب.